نطبق لواحد الموضوع جد مهم في هذه الفتره ديال الصيف، وهي المشاكل اللي كتكون عند الاسنان ديالنا في هذه الفتره هذه وكيفيه العنايه بها. دائما كنقولوا في الفتره الصيفيه كتكون عندنا واحد كتكون عندنا واحد اللقاءات، كنكون فترات ديال الراحه، كيكون الناس الاكثريه كيكونوا لا الاطفال ديالنا كيكونوا في لي فاكونس، يعني كتكون عندهم واحد الوقت الراحه، لا بالنسبه للكبار كتكون عندهم يعني فترات ديال الراحه وفترات ديال الرياضه والفترات هذه، وكيكون هنالك سفر، كيكون هنالك يعني الوقت ما كيكونش قاد، ولذلك بزاف ديال الناس ما كيبقاوش يديوها في الاسنان ديالهم بزاف. حتى النظام الغذائي كيتبدل شويه، كتكون هنالك واحد كثره ديال السكريات، المشروبات الغازيه في الفترات الصيفيه اللي كتبرد الانسان، الاكل ديال غادي نقولوا مثلا ديال لي غلاس اللي كيحتويو على السكريات بزاف، وما ذلك بالنسبه للاوقات ديال التنظيف ديال الاسنان اللي كتكون ماشي منتظمه بحال الفصائل الاخرى، اللي كون الناس كتكون اغلبيه الاحيان كتاخذ الاطعمه ديالها في خارج البيت، ولذلك دائما خصنا نردوا البال هذه المسائل هذه، ما نكثروش من السكريات، لان السكريات كتعطينا واحد الاحماض اللي كتكون واحد الاحماض بكتيريه اللي كتنمى في الاسنان وكتعطي بروز ديال السوسه، وديك السوسه اللي كتكاثر في هاد الوقت هذا، والاكثريه فاش ما كيكونش التنظيم ولا النظافه ما كتكونش منتظمه كيكون هنالك هذيك السوسه كتولي كتسرح في الفم ديال الشخص، وكيكون هذا كيسيء الاسنان ديالنا وكيعطي ترسبات، كيعطي تكسرات ديال الاسنان. زياده على ذلك ان الناس كيقدروا يتهاونوا شويه في هذه الفتره هذه، ما كيمشيوش للطبيب جراحي الاسنان اللي كيكون كيدير الكشف ديالو على الاسنان اللي خصها تصاوب، اللي خصها تعمر، اللي خصها تبدل. دونك كيكون هنالك واحد غادي نقول واحد شبه تخلي على الاسنان ديالنا. وبالنسبه للكشف دائما كطبيب جراحي الاسنان كنوصي الناس باش يديروا غادي نقول واحد الكشف، واخا في الصيف يديروا واحد الكشف بالنسبه للاطفال ديالهم بالنسبه لهم، باش يشوف الطبيب جراحي الاسنان يشوف واش كاين شي تسوسات، واش كاين شي امراض ولا مشاكل ديال اللثه ولا مشاكل ديال الاسنان، ونحاولوا اذا كان هنالك اشكال نداوموا زياره ديال الطبيب جراحي الاسنان، ما نوقفوش هذوك الزيارات في الفصل الصيف، واخا كنقولوا ما عندناش الوقت، لان الا بدينا العلاج وما كملناش فترة الصيف وجينا حتى لثلاث شهور ولا اربع شهور من بعد، يعني تناسينا المشكل ديال الاسنان ديالنا، كتقدر تكون العواقب وخيمه في الدخول، غادي نقولوا في الدخول من بعد غادي يكون مثلا الا كان مشكل ديال التسوس كتقدر السنة تهرس، وهي كان يمكننا نعتقوها قبل. دونك من الاحسن خاصنا الا كان هنالك مشاكل ديال الاسنان ما نتناسوش الزياره ديال الطبيب، لانها مهمه ومهمه جدا. بالنسبه للصيف كيبغيو الناس تكون عندهم واحد غادي نقولوا واحد الاسنان بيضاء، وتكون واحد تكون واحد الابتسامه مشرقه وزعما زوينه. كنطرقوا حنا كاختصاصيين الى تبييض الاسنان. تبييض الاسنان حتى هو واحد العمليه اللي كتمكن باش نعطيو الاسنان ديالنا داك البياض اللي موال فيه يكون، لان مع الوقت الاسنان كيتبدلوا في اللون ديالهم. تبييض الاسنان غادي نقولوا مزيان، كيعطي نتيجه مزيانه، ولكن خاص الواحد يحظي مع شي مسائل. خاص تكون واحد الزياره ديال طبيب جراحي الاسنان قبل ما تكون ما نديروا التبييض، والتبييض كيجي خاص من الاقتراح ديال طبيب جراحي الاسنان، ما نديرش تبييض الاسنان بوحدي، لان كاين مع الاسف كاين شي مواد اللي غادي نقولوا كيتباعوا في شي مواقع، وهذه اللي كتعطي المساله ديال تبييض الاسنان كتبييض الاسنان، ولكن خاصنا نعرفوا بانها هذيك الماده هذيك ما كتكونش غادي نقولوا مقننه وما يمكنناش نديروها لجميع الناس، لان النصيحه اللي غنقول تبييض الاسنان بالنسبه للطبيب جراحي الاسنان كيكون هو المساله الاخيره،
المساله الاخيره يعني من بعد ما نقينا الاسنان ديالنا، من بعد ما درنا الديطاطلاج، من بعد ما درنا عالجنا السوسه، من بعد ما عالجنا. والمشكل هو ان كاين بعض الاشخاص بدون استشاره كيمشي يدير التبييض، هو عنده مشاكل ديال اللثه، هو عنده مشاكل ديال السوسات، هو عنده مشاكل وخيمه في الاسنان ديالو، وهذاك البرودوي ولا هذيك الماده ديال التبييض ما خصهاش تكون في واحد الاسنان اللي عندهم مشاكل.